موسوي لكن مقطوعه لفكره ايضا الموسوي اللاعبين الهدافين اللاعبين اللي يجيد التسجيل عامر المحتوق في اليسار بيتقدم ويكسب ملعب بيحاول فيها مقطوعه للعربي بالكعب بالخطا من عبد الغفور ترجع مره ثانيه الغادسيه يغير من اليسار لليمين ناحيه سعود المجمد ما توصل طلال العامر براسه على طول سعود المجمد بيحصلها لعبها لطلال طلال مره ثانيه عبد العزيز مشحان على يمين الشمالي علي الشمالي بيلعبها نعم لعلي الشمالي كره معه بيحاول العرضيه خطيره جول فراس الخطيب فراس وخروج خاطئ جدا من خالد الرشيدي خروج غير موفق لخالد الرشيدي تردد هل يروح للكره ولا لا شوف علي الشمالي لما لعبها شوف لعبها صح تردد خالد الرشيدي لا هي كلمه يا روح ولا لا يا ارجع في مرماي معلش هاردك خالد الرشيدي برافو لعلي الشمالي على الوصول هذا والعرضيه الحلوه والجميله جدا وحاول من ورفي انه يطلعها لكن فراس الخطيب بيسجل هدف من خطا اعتبره من عرضيه لا دفاع العربي كان موجود ولا حارس مرماه اللي توفق بانه يعني يشيل الكره صح والتردد ما هو زين ابدا نقول لاي لاعب في الملعب. هاردك خالد الرشيدي وبرافو جود لك لفراس الخطيب فراس الخطيب في الدقيقة 20 الهدف الثاني يأتي والصفارة وهنا كابو إذن فراس